أهلا بكم مرة تانية. الأسبوع ده كان أسبوع طويل وحافل ومليء بالأحداث والتفاصيل المحلية والعالمية، من رحيل الزعيم الجزائري أحمد بن بيلا إلى توترات المراقبين الدوليين في سوريا، استمرار مسلسل القتل، إلى البت النهائي في استبعاد 10 من مرشحي الرئاسة في مصر، وزوابع بقى سياسية وترابية، وزحف ثوري جاي من السويس، وحرائق مشتعلة، ونفوس متلهفة لانتخاب الرئيس المصري الجديد، ومحاولة الخلاص من أسوأ حقبة في التاريخ المصري، حقبة خسر فيها المصري كثيرا من قيمته، وخسر فيها المصريون كثيرا من أراضيهم وخيرهم وقوتهم. ولجأ البعض إلى البحث من خلال هذا التيه العظيم عن حلول أسطورية تأتي من السماء، أو من استنساخ بعض تجارب التقدم، سواء في البعد التاريخي في الماضي أو في البعد الجغرافي في أوروبا والدول المتقدمة. وتاهت بصمة المصري ووحدة المصريين، وتعقدت الأزمة المصرية بشكل رهيب، لحد ما وصلنا أخيرا إلى المواجهة المباشرة مع أصول ومنابع مشاكلنا اللي كان من المحرم في الماضي غير البعيد أن نتحدث عنها. النهاردة المصريين خرجوا من كل الفئات يهتفون في ميدان التحرير: يسقط يسقط حكم العسكر. للأسف مش كل المصريين وصلوا للنقطة دي في نفس الوقت، ومش كل الناس وصلوا لها بنفس التوجه، لكن عموما احنا دلوقتي في لحظة مطلوب فيها التوحد والالتقاء على كلمة سواء، علشان نقدر نواجه سيناريوهات الشر المحتملة ضد مشروع التحرر المصري، سواء يعني بتأجيل الانتخابات او بتأجيج الفتن والفرقة وإلى آخره. تعالوا نبدأ من جرنان الحرية والعدالة. الأستاذ عبد الحكيم البحيري كتب مقال بعنوان مسرحية العسكري في انتخابات الرئاسة. الأستاذ عبد الحكيم البحيري شايف باختصار يعني أن المجلس العسكري حاطط قدامه هدف واحد رئيسي، ألا وهو إقصاء الإسلاميين من الفوز بمنصب الرئيس. وده ترتب عليه طبعا يعني جانب من الاستبعادات الأخيرة للمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل حسب رأي كاتب. السيناريو ده وفقا لرأي كاتب برضو عاجب المعسكر العلماني وعاجب فلول المخلوع. مش بس كده، ده الكاتب كمان شايف انه ممكن جدا يحصل انقلاب على الثورة وعلى الديمقراطية، لان وصول الاسلاميين للسلطة ليس في مصلحة المجلس العسكري. طبعا الكاتب بيفترض ان الاسلاميين لو وصلوا للحكم يعني هتبقى مشكلة للعسكر، وبالتالي العسكر والفلول مش عايزينهم يوصلوا، وده تصور مقبول نظريا، لكن بقليل من الانصاف سنجد ان علاقة كل القوى الوطنية بالعسكر في الفترة الاخيرة ليست على ما يرام، ولو وصل للحكم يساري او ليبرالي وطني سيكون هناك مشكلة مع العسكر، وبالتالي وصول دكتور مرسي زي وصول الدكتور ابو الفتوح، زي وصول الاستاذ خالد علي، زي وصول اي مرشح محترم من مرشحي الثورة، كلهم على اختلاف مرجعياتهم بالنسبة للعسكر رجل واحد لا فرق. فالموتى سواسية أمام الموت زي ما محمود درويش بيقول. فمن غير المنطقي ولا حتى من الإنصاف أن التيار العلماني في مصر، وهو الذي قدم الكثير من الوجوه الوطنية المحترمة، يتحط في معادلة واحدة مع الفلول. مش ممكن بأي حال من الأحوال البرادعي مثلا يبقى زي الفريق أحمد شفيق، أكيد لا، أكيد لا يعني. وعلى كل إن أنا واثق إن المصريين اللي أسقطوا الفلول في البرلمان من غير ما حد يطلب منهم ده، هم اللي هيسقطوا الفلول في انتخابات الرئاسة، وإن شاء الله مصر لن يحكمها رجال مبارك، مفيش مبارك تاني، مفيش شفيق تاني، مفيش عمر الكلام ده خلاص خلص. واللي عايز يتأكد ينزل الميدان ويشوف كل طوائف الشعب المصري وهي بتهتف ضدهم. في قلق كبير عند كتير من المصريين من تآمر أو التفاف أو مناورة أو أي حاجة مش مظبوطة تحصل
تهدد حدوث انتخابات في موعدها، وبالتالي تأجل تسليم السلطة، وتفضل أو نفضل يعني تحت حكم العسكر فترة أخرى من الزمن، ودي طبعا تبقى كارثة بكل المقاييس، لأن الناس مش عارفة تدير البلد، واستمرارهم أكتر من كده معناه استمرار للفشل في الملف الأمني، الفشل في الملف الاقتصادي، الفشل في الملف السياسي، الفشل في محاكمة النظام السابق محاكمة حقيقية، الفشل في استرداد الأموال المنهوبة، الفشل في عزل فلول مبارك من المناصب القيادية الحساسة في الدولة، الفشل في كل شيء، وأهم من كل دوت تعريض مكانة الجيش المصري للخطر بسبب أو حال السياسة. بكل أسف بعض أعمدة الرأي في الجرائد الحكومية بدأت تمهد لتأجيل الانتخابات واستمرار الحكم العسكري. الأهرام امبارح مثلا نشرت مقالا للأستاذ منصور أبو العزم تحت عنوان تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها. الأستاذ أبو العزم قاعد يقول ما ينفعش الدستور يتعمل بسرعة كده، وشوية يقول أقل من 10 مرشحين يخوضون فعليا سباق أول انتخابات ديمقراطية للرئاسة في تاريخ مصر، وبين قوسين كده إذا قدر لها أن تتم، واخد بالك؟ وإحنا لسه ما حسمناش النظام رئاسي ولا برلماني، و30 يونيو ده مش موعد واقعي على الإطلاق، وكلام كتير من هذه النوعية. الكلام ده حضراتكم هتسمعوه كتير الفترة الجاية، واللي عايز أقوله إن الدستور يتعمل على مهله، الدستور يتعمل بسرعة، الدستور ما يتعملش خالص، مش دي الأزمة خالص خالص. المجلس العسكري سلم جزء من سلطته للبرلمان من غير دستور جديد وفقا للإعلان الدستوري، ويقدر برضو يسلم سلطات رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية مدني يختاره المصريون في انتخابات حرة نزيهة محترمة برضو وفقا للإعلان الدستوري. ما تشغلناش يا جماعة، الله يستركم، يعني البلد مش ناقصة، وإحنا هنعمل دستور في سنة، في شهر، في يوم، هنعمله القرن الجاي. دي قصة ما تخصش العسكر في حاجة. الرئيس المدني لما يجي وفقا للإعلان الدستوري ويبدأ يشتغل ويعدل البلد ويرجع الأمن ويرجع الحياة الطبيعية لمختلف القطاعات، وبعدين الدستور يتعمل على مهله، وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. الدنيا مش هتتهد، لكن هتتهد أكيد لو استمر الحكم العسكري يوم واحد بعد يوم واحد يوليو. يعني الدستور مش حجة أبدا أبدا لاستمرار العسكر، الكلام واضح، والمصريين ليسوا بهذه السجاج، خلصونا يعني. النهاردة طبعا كان في بعض الأصوات في الميدان بتعلن عن غضبها من ممارسات الإخوان المسلمين، يعني من الآخر كان في ناس شايفين أن الميدان لم يعد مكان الإخوان، وأنهم ابتعدوا عنه بالشكل الذي لا يسمح بعودتهم له مرة أخرى. الكاتب الكبير والصديق العزيز الأستاذ أسامة غريب كتب في جريدة التحرير مقال بعنوان صالح الجماعة وصالح الوطن، وقال فيه أنه كان واحد من الكتاب القليلين الذين لم يهاجموا الإخوان المسلمين أيام الرئيس المخلوع، وده كلام صحيح كلنا نشهد به. وقال كمان أنه لا يختلف على تضحيات الجماعة وتاريخها المشرف من سنة 1928 لحد النهاردة، لكن الأستاذ أسامة شايف أن كل تضحيات الإخوان لم تكن من أجل الوطن الذي نعرفه، وإنما كانت من أجل جماعتهم فقط، وأن أفراد الجماعة الذين تعرضوا للتنكيل والتعذيب والقهر لم يحتملوا كل هذا إلا بسبب اعتقادهم أن صالح الجماعة هو نفسه صالح الوطن. كلام مؤلم؟ جايز. صعب شوية؟ جايز جدا، لكنه من وجهة نظري فرصة للمراجعة. احنا طول الوقت عندنا فرص للمراجعة أو حتى لتصحيح الصورة. جايز اللي شايفين الإخوان كده غلطانين، بس لما المسألة توصل لأن اللي شايفين كده بيبقوا كتاب ما عندهمش مشكلة مع الإسلام ولا مع الإسلاميين، وكتاب نعرف عنهم الإخلاص والتجرد والوطنية زي أسامة غريب وزي بلال فضل وعلاء الأسواني، يبقى احنا هنا أمام مشكلة حقيقية. كتاب عمرهم ما انتقدوا الإخوان، لازم الناس تقف مع نفسها وقفة للمراجعة من غير مكبرة، ودايما في فرصة، ونتمنى أن الجماعة تراجع نفسها. جريدة اليوم السابع النهاردة كتب خبر مهم جدا، ولعله
يكون بادرة من بوادر المراجعة. الداعية الإخواني الكبير الدكتور عبد الحي الفرماوي الوكيل السابق لكلية أصول الدين في جامعة الأزهر أفتى بأن التصويت في الانتخابات شهادة أمام الله، ولا يجوز للجماعة أن تجبر أفرادها على التصويت لمرشح بعينه. طبعا الكلام ده ترجمته الجريدة صحفيا مباشرة بمفهومه المباشر، وكتبت في العنوان فتوى إخوانية تسمح بعدم التصويت لمحمد مرسي في انتخابات الرئاسة. وده الحقيقة كلام ناضج جدا وفي منتهى الإنصاف، لأنه من غير المعقول أن يجبر المرء على شهادته في حين أنه سيسأل عنها أمام الله وحده. مفيش قدام ربنا مكتب إرشاد هيجي معاك لو أو مسؤول شعبة هيتشفع لك، أنت مسؤول عن الشهادة ديت وهتتسأل لوحدك عنها. نرجع تاني للسؤال المهم، هل المجلس العسكري وأمريكا بيقودوا مؤامرة لمنع الإسلاميين بالذات من الوصول إلى السلطة؟ كلام ده أشار لي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل بعد استبعاده هذا الأسبوع، وتناوله النائب البرلماني الدكتور مصطفى النجار في مقاله لازم حازم ومذبحة الأخلاق والضمير. أعتقد المقال يعني باين من عنوانه. مصطفى النجار بيتساءل، يا ترى لو ثبت فعلا أن الشيخ حازم والدته أمريكية وهو رافض يبرز الوثائق التي تنفي ذلك زي أصل الجرين كارد مثلا، ورافض يقسم على جنسية والدته زي ما دعا بعض الشيوخ، لو ثبت ده هيكون إيه موقف الناس التي بايعته على الدم والشهادة وانقادت وراءه بهذا الشكل الذي يقترب من عبادة الأشخاص والذي لا يرتضيه الإسلام بحال؟ بيقول الدكتور مصطفى النجار، سأنتظر كل ردود الأفعال النهائية، وأتمنى للحظة الأخيرة أن يكون الشيخ صادقا ومظلوما. إحنا كمان نتمنى ذلك على فكرة، كلنا، لأنه لو ثبت خلاف ذلك، ده مصطفى بقى اللي بيقول، فستكون ضربة للتيار الإسلامي بأكمله، ستعصف بمصداقيته وبعض رموزه، وبعض رموزه يمارسون ما ينهون الناس عنه، وما نائب البرلمان المشابه ببعيد اللي هو البلكيمي طبعا صاحب المناخير الشهيرة يعني. دكتور وحيد عبد المجيد طرح سؤال مهم جدا في جريدة المصري اليوم تحت عنوان من يحصل على أصوات الشيخ حازم. دكتور وحيد تناول بالتحليل قاعدة أنصار الشيخ حازم وصنفهم وربط ما بينهم وما بين استطاعات الرأي اللي أجريت على هذه العينات والشرائح التصويتية، واستنتج من ذلك أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو البديل الأول بعد الشيخ أبو إسماعيل، يليه الدكتور سليم العوة عند بعض الأنصار، وقال أن في نسبة من مؤيدي أبو إسماعيل كانت ناس عاديين جدا، ما هماش إخوان ولا هم سلفيين ولا هم حتى إسلاميين، دول ممكن أصواتهم تروح لحد زي عمرو موسى، والنسبة الأقل من مؤيدي أبو إسماعيل ممكن تروح للدكتور محمد مرسي. طبعا الدكتور أبو الفتوح الفترة اللي فاتت تصدر أغلب استفتاءات الرأي وأسهمه عليت جدا جدا، واستبعاد الشيخ حازم زود من أسهمه وقلل نسبة التفتيت بين الإسلاميين. عدد كبير من الأحزاب على وشك الإعلان الرسمي عن دعمه لأبو الفتوح، الأكثر شعبية، الأكثر تعبيرا عن الثورة، وعلى الرغم من سعادتي البالغة وأنا بقول الكلام ده لأن أنا شخصيا من مؤيدي الدكتور أبو الفتوح، بقول ده بمنتهى الصراحة، لكن الحقيقة ده مش كلامي، ده كلام الأستاذ أحمد فايق في جريدة الفجر تحت عنوان صك حرية عبد المنعم أبو الفتوح. بيقول لقد حصل عبد المنعم أبو الفتوح على صك الحرية منذ خروجه من الجماعة وانتقلت ملكيته إلى المصريين جميعا، لذا طرح برنامجا انتخابيا نهضويا بحق، وقدم من يستطيعون تنفيذ هذا البرنامج للرأي العام، فهو يعلم هنا أن الولاء ليس للمرشد، ولن يجد منابر المساجد تسبح بحمده، ولن يجد اسمه مكتوبا في ورقة وضعها أعضاء الجماعة في جيوبهم. هذا هو الفارق بين محمد مرسي والشاطر من جانب وأبو الفتوح من جانب آخر، فالفضل يعود في الحالة الأولى للمرشد والجماعة في حالة الفوز، أما أبو الفتوح فلو أصبح رئيسا للجمهورية فسيعود الفضل لمن انتخبه، مسلمين وأقباط، إسلاميين وليبراليين، رجالا ونساء، صوفيين وشيعة. ومع احترامي الشديد لكل الألقاب، أرى أن عبد المنعم أبو الفتوح سيكون هو مهندس النهضة الحقيقي. ده طبعا كلام الأستاذ أحمد فايق مش كلامي، وإن كنت لا أخفي سعادتي بأن أقرأ هذا الكلام عن الدكتور أبو الفتوح.
أتمنى أن يكتب الله لمصر من يصلح أحوال البلاد والعباد. هنطلع فاصل هنرجع نشوف فقرة نحاول نفهم خلالها إيه اللي بيحصل في التلفزيون المصري، كيف يدار التلفزيون المصري. هيكون معايا الإعلامي الأستاذ كامل عبد الفتاح، وأيضا هو طبعا مقدم برامج معروف، بيقدم برنامج استوديو 27، وكذلك الأستاذ عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات. تابعونا.